احنا النهاردة في معرض اندورز، احنا شركة ديباج للمفروشات والأقمشة. احنا من سبونسر لاندورز، واحنا النهاردة في اليوم الثالث لاندورز، منزلين في السنة دي تشكيلة جديدة قوي خاصة بس بالمعرض، وان شاء الله هتنزل بعد المعرض في المحلات. احنا الفرع الرئيسي بتاعنا في سيتي ستارز، وعندنا مجموعة من الأقمشة المستوردة، تركي وهندي وسوري وأسباني وإيطالي، وعندنا تشكيلة مجموعة خاصة بينا احنا، المصري محلي احنا اللي بننتجها، مجموعة من الأقطان المعالجة ضد الاتساخ سكوتش جارد، وعندنا كمان بننفذ ديزاينز جديدة للستاير. نقدر نعمل أي فكرة جديدة لأن عندنا ديزاينر مسؤول بس عن الأفكار الجديدة، وعندنا تشكيلة جديدة مطبقينها في اندورز زي اللي في ظهري دي. السارة أول مرة تنزل، هي النظام الراوتر معمولة بالراوتر الخشب، وعندنا كمان مجموعة من الصالونات النازلة برضو في اندورز أول مرة. عندنا كمان تشكيلة جديدة من الأقمشة الهندي، حرائر طبيعية، وعندنا مجموعة جديدة برضو من الكتانات مطرزة، ستاير مطرزة، دي برضو من ضمن الحاجات اللي أول مرة ننزل بيها في اندورز. أتمنى إن اللي ما جاش اندورز السنة دي يشرفنا. احنا ديباج، واحنا في ديباج مقدمين مجموعة من الأوفرز بالنسبة للستاير وبالنسبة للأقمشة كمان. في فترة الاندورز توصل ل 30% ديسكاونت على الأقمشة بتاعتنا في خلال بس فترة اندورز. يا ريت تشرفونا وهتلاقوا يعني ما يصدقكم.